فإنك بأعيننا. وكأن الله يريد أن يقول لك إذا صبرت أيها الإنسان، لأن انتبه قبل أن أكمل، الآيات التي خاطب الله بها حبيبه عليه الصلاة والسلام أيضا هي موجهة لكل مؤمن من بعده، لأنه هو القدوة وهو الأسوة. فكأن الله يريد أن يقول لي ولك ولكل إنسان، إذا صبرت ابتغاء وجه الله فثق تماما أنك ستكون بأعيننا، أن الله سبحانه وتعالى سيراك، سيهتم بك دائما، لن يتخلى عنك، سيعلم أو هو يعلم طبعا ما تحتاج، ويهيئ لك الخير من قبل أن تطلبه. فإنك بأعيننا، هاتان الكلمتان فإنك بأعيننا تريحان النفس جدا إذا علم الإنسان معنى هذه الكلمات. ما معنى أن تكون بأعين الله؟ يعني تحت نظر الله، اهتمام الله بك، رعايته لك، حفظه لك، أمان من الخوف، من الجوع، من العطش، من الظلم. أنا أكرر المثال دائما، يعني لو أن إنسان مهم قال لك أنا معك وأنا عيني عليك ولا تقلق، ستشعر براحة نفسية كبيرة. فكيف إذا كان الملك سبحانه وتعالى هو من يقول لك فإنك بأعيننا؟ مهما كان همك كبيرا، مهما كانت المشاكل التي تعصف بك كبيرة جدا، الله أكبر، نعم الله أكبر، ولا تجد لها حلا، فإن هذه الآية كفيلة أن تشعرك بالطمأنينة، بالسعادة. ماذا أريد إذا كان الله معي ويقول لي فإنك بأعيننا؟ ماذا أريد بعد ذلك؟ تذكر هذه الآية الكريمة، فإنك بأعيننا، تذكر أنك إذا صبرت على هذا البلاء الله لن ينساك أبدا، الله عز وجل لن يتركك، وهو الذي قال لك إن الله مع الصابرين، إن الله لمع المحسنين، فإنك بأعيننا. كل هذا والله هو علاج وشفاء، هو دواء حقيقي لمشاكل العصر اليوم. يعني انظر، للأسف اليوم كثير من الناس يعاني من مشاكل كبيرة جدا ولكنه لا يلجأ إلى الله، والله عز وجل من كرمه أنه هو الذي ينادينا، هو الذي يدعونا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يريدك أن تدعوه لأنه إله كريم، يريدك أن تذهب إليه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، يريدك أن تعود إليه، أن ترجع إليه. لذلك عندما تحدث سبحانه وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن يجب أن تعلم أنك ستعود إلى الله وسترجع إلى الله، لا مفر من ذلك. فأنت إذن بين يدي الله في الدنيا وفي الآخرة، فهذا الرجوع إلى الله يشعرك بالسعادة. طيب ماذا يحدث إذا قل إنا لله وإنا إليه راجعون؟ بكل بساطة الله سبحانه وتعالى يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فإذا صلوات الله تتنزل عليك، والصلوات هنا هي الرحمة وهي الحفظ. أنا ثقتي بالله كبيرة جدا أنه سيحفظني من شر كل شيء، لذلك أنا هاجس الخوف غير موجود عندي، هاجس الخوف من المستقبل الذي يعاني منه الكثير اليوم، كما قلت لك بسبب ضغط مواقع الإنترنت والإعلام العالمي والأشياء التي تجعل الإنسان يخاف من المستقبل. هذا الأمر لا وجود له عند المؤمن الذي يثق بالله سبحانه وتعالى، لأن الخوف مصدره الشيطان، ويخوفونك بالذين من دونه. فعندما أنت تقرأ هذه الآيات إن الله مع الصابرين، فإنك بأعيننا، عندما تعلم أن رحمة الله ستنزل عليك، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والمهتدون هنا لا تقتصر فقط على هداية الإيمان، الإنسان يحتاج للهداية في كل شيء. إنسان أحيانا يريد أن يبحث عن عمل فلا يهتدي إلى العمل الصحيح، إنسان يبحث عن حل لمشكلة في بيته أو خارج بيته لا يجد لها حلا عند الكريم سبحانه، يحتاج للهداية. إذن هنا الهداية التي تنزل على الإنسان ليست هداية الإيمان فقط، بل هداية كيف يدير شؤون حياته، كيف يحل مشاكله، كيف يهتدي للرزق الصحيح، كيف يهتدي للعلم الصحيح، كيف يهتدي. أحيانا الإنسان يريد أن يشتري متاعا من متاع الدنيا
يحتاج إلى من يهديه للاختيار الصحيح. نعم. يعني اليوم يوجد علم هو فن اتخاذ القرار، هذا نوع أنواع الهداية. صحيح. أن يهديك الله أن تتخذ قرارا سليما. مفاهيم القرآن كلها مترابطة، يعني لا تستطيع أن تتحدث عن الصبر من دون أن تتحدث عن البلاء، لا تستطيع أن تتحدث عن البلاء من دون أن تتحدث عن الرضا، لا تستطيع أن تتحدث عن 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 الله عز وجل بدون أن تتحدث عن الحب. وإلا ما لماذا نعيش في الغرب؟ لماذا كثر لديهم الانتحار وكثر لديهم كثرت المشاكل والهموم النفسية والاكتئاب؟ ليس لديهم هدف. نحن من عظمة القرآن ومن نعمة الله علينا أنه بيّن لنا هدف هذه الدنيا مباشرة في كل آيات القرآن. كل آيات القرآن موجهة توجهك باتجاه هدف محدد هو الآخرة وليس الدنيا. الله يحب الصابرين. طيب لماذا قال الله إنه يحب الصابرين؟ كلمة الحب كلمة رقيقة جدا تلامس أعماق الإنسان وأعماق القلوب. أنت يمكن أن تكرم إنسان، يمكن أن تعطي فقير، يمكن أن تؤدي خدمة لأحد، يمكن أن تتكلم كلاما طيبا مع جارك، يمكن أن تفعل كثير من أنواع السلوك. ولكن أنت عندما تقول لإنسان إنك تحبه، هذا نوع عالي جدا من أنواع السلوك، أعلى من العطاء. فهنا أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعلك ترتقي إلى مستوى عالي جدا في التفكير تجاه رب العالمين، وتقول في نفسك الله يحبني أنا. ستحب الصبر. سيدنا يعقوب ماذا قال؟ فصبر جميل، لأنه كان يسعى لمحبة الله سبحانه وتعالى. محبة الله شيء عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لماذا اتباع النبي يجلب لنا محبة الله؟ لأن كل التعاليم التي جاء بها النبي كلها خير وكلها فيها سعادة. طيب إذن هذه التعاليم هدفها أن تضمن لي السعادة والراحة النفسية. عندما أعلم أن الله عز وجل أمرني بهذا الأمر أو هذه التعاليم ليحفظ لي صحتي وليجعلني أكثر سعادة وطمأنينة وليجعلني أكثر حبا للحياة واطمئنانا في هذه الحياة، طيب ألا أحب هذا الإله العظيم؟ أنا سأحب إله يكرمني ويريد لي الخير أحبه. أنت إذا جاءك إنسان غريب أدى إليك معروفا تحبه وتقول له شكرا. طيب اليوم بعض الملحدين كل هذه النعم التي ينزلها الله عليهم لا تخرج من فمه كلمة الحمد لله، بل يجحد وجود الله وينكر وجود الله سبحانه الله. لذلك هنا عندما تشعر بمحبة الله لك، أنا أتصور هذا إحساس ينسيك الهموم، ينسيك الحزن والاكتئاب، بل يمنحك قوة هائلة أنك تشعر أن الله معك. وما على العبد إلا أن يحمد الله عز وجل. وأنت أقل شيء قول الحمد لله، يعني أقل ما يمكن. يعني سيدنا يعقوب صبر كثيرا وكان يقول فصبر جميل، وكان يحمد الله سبحانه وتعالى، لم يكن يتذمر ولم وهكذا حال كل الأنبياء. سيدنا يونس عليه السلام عندما ابتلي وكان في بطن الحوت، هل يوجد أعظم من هذا البلاء أو هذا الهم؟ مباشرة عاد إلى الله وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت اعتراف بوحدانية الله، سبحانك تنزيه لله أن يظلمه. انظر وهو في البلاء يقول سبحانك، يعني يا رب أنت لا تفعل إلا الشيء الصح. وأخيرا اعترف أنه ظلم نفسه عندما خالف أمر الله وترك أمر الدعوة قبل أن يأذن له الله. إذن الحمد يكون في السراء والضراء، في المنع. نعم. والعطاء. نعم نعم. والشدة والرخاء. وأعظم أنواع الحمد عندما تبتلى فتصبر وتحمد الله عز وجل. لماذا؟ لماذا نجد إنسان يحمد الله وإنسان لا يحمد الله على البلاء؟ موجود. نعم. موجود طبعا في الواقع. الفرق فقط هو كمية العلم، إنسان يعلم وإنسان لا يعلم. والله تعالى يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ نحن نقول هنا العلم بالله عز وجل وهو أعلى أنواع العلم. الله ابتلى إنسان بمرض، هذا الإنسان في قلبه هو يعلم أن هذا البلاء من الله، ويعلم أن الله يريد له الخير، ويعلم أنه لن يصرف عنه هذا البلاء إلا الله، لأنه قرأ قوله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. فهذا الضر لن يكشفه إلا الله. وبعد أن يكشف
هذا الضر، الله عز وجل يكشف هذا الضر، سيكون هناك فرح وسعادة، وهذا يقين المؤمن الذي يجعله يقول الحمد لله. وفوق كل ذلك هو يعلم أن كل معاناة يعانيها هذا العبد فيها أجر عظيم عند الله، فهو يحمد الله على ذلك. يعني يقول يا رب أنا أحمدك أن ابتليتني بهذا البلاء لترفعني عندك درجات عظيمة، يا رب أنا أحمدك لأنك اخترت لي الشيء الذي يناسبني. أحيانا الفقر يكون هو الأنسب بالنسبة للإنسان، والغنى يكون هو الأنسب بالنسبة لإنسان آخر لأنه سينفق في سبيل الله. وبالتالي هذه الأمور بكل بساطة عندما يصل الإنسان لهذا العلم يحمد الله. الإنسان الآخر لديه علم كبير ولكن في الدنيا وليس علم بالله سبحانه وتعالى. لذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نسأل الله أن نكون منهم جميعا. جزاكم الله خيرا.